كيفية تحضير وجبة كبد الدجاج لقطتك. دعونا نطبخ وجبة كبد الدجاج لقطتك. مكونات: كبد الدجاج، يقطين، جزرة، ملح، ماء. قم بغلي قطع اليقطين المقطعة وقطع الجزر في الماء واتركها تغلي وتصبح طرية. عندما تغلي قطع اليقطين والجزر بالكامل، أضيفي قطع الدجاج المقطعة جيداً واتركيها تغلي جيداً. عندما تنضج تماماً، اخلطي قطع الكبد مع قطع الخضار. هذه وجبة جيدة في الصباح لقطتك. هذه الوجبة مليئة بالبروتين والحديد وفيتامين ألف، باء، جيم والسيلينيوم. تدعم وجبة كبد الدجاج صحة الأعضاء الداخلية والدورة الدموية ونمو الأسنان. هذه الوجبة المحضرة في المنزل صحية للغاية وتجعل قطتك أقوى. ننصحك باستشارة الطبيب البيطري قبل تقديم هذه الوجبة إذا كانت قطتك تعاني من أي مشاكل صحية خاصة. شكراً لك على مشاهدة الفيديو، وسنأتي إليك بوجبة مغذية أخرى لقطتك.